مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة ونجوم على الهواء. الحقيقة نجم حلقتنا النهاردة هو الخير. مفيش أحلى في الدنيا من الخير وأعمال الخير، علشان كده منورنا النهاردة في الاستوديو مؤسسة القبطان وجروب أهل الخير، ومشرفنا معانا النهاردة أعضاء مجلس أمناء مؤسسة القبطان. نحب الأول نرحب بيهم وبعدين نتكلم عن الأعمال الخير الجميلة اللي بيعملوها. أنا وسهلا بحضرتك يا أستاذة فاطمة. معانا أستاذة فاطمة عبد الله. أيوة. ومعانا أستاذة منى القبطان. أهلا وسهلا بيكي. معانا أستاذ سعيد أبو العباس. أهلا وسهلا بحضرتك. وأستاذ محمد عامر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكم. طبعا مؤسسة القبطان وأهل الخير، أنا لما جالي السكريبت عملنا سيرش ولقيت ما شاء الله ليكم أعمال كتير قوي خير، وما شاء الله يعني في نسبة شهرة كده بين كل الناس. فممكن بس أسأل حضرتك يا أستاذة فاطمة، مين صاحب بقى فكرة الجروب بتاع أهل الخير، وبدأ إمتى وبقاله قد إيه؟ صاحب فكرة الجروب أهل الخير الأستاذ صلاح البنجي والقبطان أحمد جابر. هم حبوا يعملوا حاجة لأهل المنطقة ويخدموهم، ففكروا في الفكرة كده وجمعوا يعني 50 بنت و50 شاب متطوعين و50 سيدة و50 راجل كله متطوع بيحبوا يخدموا بلدهم أو يخدموا منطقتهم، وكل اللي بنقدر عليه بنعمله من حملات و اي حاجه نقدر عليها نعملها، اي حاجه بنقدر نساعد بها بنساعد بيها. جميل قوي، مفيش احلى في الدنيا من ان احنا نقدر نساعد بعض كلنا مع بعض. طيب الحملات اللي المؤسسه بتقوم بيها والجروب بتاع اهل الخير، ممكن يا استاذه منى تقدري تفيدينا ايه هي الحملات؟ ممكن تقول لنا عناوين وبعد كده ندخل في تفاصيل كل حمله. احنا بنعمل حمله ستر عرض، وحمله اكتفاء ذاتي، وحمله الاجور الشهريه، ومطبخ جروب اهل الخير. تمام. ستر عرض دي اللي هي طبعا كده تجهيز العرايس. تجهيز العرايس. طيب استاذ محمد عامر، لو هنتكلم عن حمله ستر العرض، تقدر تفيدنا بيها بقى؟ والله هتكلم اشرح فيها تفاصيل. اتفضل. ستر عرض طبعا احنا الحمد لله رب العالمين مؤسسه قبطان واهل الخير الحمد لله مسمعه وفي عين شمس وضواحيها، مش عين شمس بس، يعني انا المرج وازمه النخل والمطريه ومساكن عين شمس، فالحمد لله المؤسسه مسمعه. وانا بحب اشكر المتبرعين اللي هم وقفونا على رجلينا بصراحه. تمام. طبعا بيجونا الناس اللي هم محتاجين العرايس. العرايس بقى بنجهز العرايس. بنجهز العرايس اذا كانت هي مثلا ابوها متوفي او غير قادر او فقير او بتاع. تمام. فبنبعت واحده من سيدات الجروب بتروح تعمل بحث، ولما بنتاكد ان هي فعلا محتاجه بنشوف طلباتها ايه وبنبتدي نجهزها بقى، بنجهزها يعني الحمد لله من كل الطلبات بتاعتها. ما شاء الله. طب هو في يا فندم شروط معينه لاختيار العروسه؟ والله العروسه ان هي تكون غير قادره، ده اللي يهمنا في المقام الاول. لكن ما فيش شروط معينه لا بتجبروها او اختيار العروسه؟ عندنا عرايس على فكره ما بندورش على الديانه. ما شاء الله. دي احلى حاجه في الدنيا. عندنا عرايس من فلسطين، عندنا عرايس من سوريا، عندنا عرايس من السودان. حلو ما شاء الله. الشمس ما شاء الله مليانه سودانيين يعني. جميل جدا. مع احنا المصريين ممكن نشوف طبعاً. صور كمان للحمله. حاجه جميله جدا فعلا. لو معانا صور للحمله بتاعه ستر العرض يا ريت نعرضها. حلو قوي. هو ده كده كان ايه؟ دي ستر عرض من حوالي 15 يوم. ما شاء الله. ده اخر حمله من 15 يوم. جمعه 16/10/2020 ودي اخر حمله في هذا العام. حلو جدا. ده الجروب. ده الجروب بتاع الحفله بنشهر نجاحنا فيها. حلو جدا. حلو اصلا الحفلات دي بتفرح حتى الناس. بس حضرتك احنا مش بنجيب العرايس في الحفلات. لا طبعا والله. طب دي حاجه حلوه يوم جدا الصبح بدري من يعني عشان تحافظوا طبعا على طبعاً الشكل العام طبعاً. بس حاجه جميله جدا جدا، والتجمع جميل ما شاء الله، وشايفين ضحك على وشوش الناس كلها. دول شباب الجروب وشابات الجروب. حلو قوي. اصلا اي حد بيشارك انا بحس ان هو بيكون عنده سلام نفسي كده. الله سبحان الله، يعني حاجة جميلة جدا. حلو قوي بجد. يبقى احنا كده عندنا الحملة بتاعت ستر العرض دي، احنا ما عندناش، مش بنقف على اختيار معين او معايير معينة او مفيش شروط خالص، يعني زي ما استاذ محمد عامر فضلنا. طيب استاذة فاطمة حضرتك ممكن تكلميني عن حملة الاكتفاء الذاتي للمطلقات والارامل؟ حملة اكتفاء ذاتي بتبقى مطلقات وارامل ومعدوم الدخل ومحدود الدخل، برضو نفس القصه بنعمل الحاله يعني الاسره بتجي لنا
وحتى ولو عن طريق حد بيجيلنا برضو احنا بنعمل بحث وبنعرف ان الاسره يعني محتاجه او ناقصها ايه. فاحنا حمله اكتفاء ذاتي كنا بنشغلنا على 750 اسره. في ظل الكورونا الاسر زادت فبقت 3000 اسره. طبعا كورونا جت كنا عاملين بقى لكل اسره 3 كراتين اكتفاء ذاتي، كرتونه اكتفاء ذاتي اللي هي الرز والمكرونه والسكر والحاجات اللي هي المواد الغذائيه، وكرتونه ثانيه فراخ ولحمه وسمك، وكرتونه ثانيه بيض وجبنه وعلب فول للسحور. حلو يعني احنا كنا حريصين ان الاسره ما تشتريش حاجه خالص من بره غير العيش، ولو كنا قدرنا نوفر لها العيش إن عشان يبقى كل يوم طازه كنا عملنا كده. وان شاء الله باذن الله الحمله رمضان الجاي ان شاء الله الحمله الجايه نعمل كده باذن الله. ان شاء الله لان احنا متجددين دايما وفي تغيير دايما، على طول بنحب نجدد وبنحب نعمل حاجات احسن واحسن واحسن. والاسره بتحتاج اي احتياجات للاسره بنعملها لها. حلو قوي بجد ما شاء الله. طب بمناسبه بقى ان احنا جبنا سيره العيش والاكل الجميل ده، ممكن نروح لاستاذه منى القبطان تقول لنا حمله المطبخ بتاع اهل الخير، كلمينا شويه عنه كده. احنا كمان معانا صور بالمره ممكن واحنا بنتكلم نعرضها. اتفضل. احنا كنا بنعمل في المطبخ كل يوم في رمضان بنطلع 1000 وجبه، بنطلع 1000 وجبه مواد غذائيه بنعملها في المطبخ بتاعنا وبنطلعها. ودلوقتي بقى شغالين في المطبخ بنعمل اثنين وخميس 500 وجبه يوم الاثنين و500 وجبه يوم الخميس. ما شاء الله احنا معانا الصور جميله جدا تفتح النفس. اتفضلي كملي. بس فاحنا بقى بنعمل لهم الحاجات اللي احنا فعلا بناكلها في بيوتنا وبنعملها في بيوتنا. اي حاجه مش بنعمل اي حاجه يعني، ممكن نعمل لهم الحاجات اللي احنا فعلا بنطبخها يعني، بندور على الحاجه اللي احنا بناكلها في بيوتنا وبنعملها لهم هم. يعني بجد دي حاجات جميله جدا يعني. حضرتك القبطان بيحرص ان احنا دايما، مدير المؤسسه القبطان احمد جابر دايما بيحرص ان احنا اللي احنا بناكل منه نطلعه هم للناس. كمان لازم ياكلوا منه او يدوقوا. عملنا لهم سي فود وسمك في رمضان ما شاء الله، فراخ مشويه ومكرونه ما شاء الله. يعني كلها حاجات جميله، مش بس مجرد ان انتوا بتعملوا واجب او لا لا. او حاجه تبع الحاجه يعني بتعملوا حاجه تقليديه نفرحهم بيها، الحاجات اللي احنا بنعملها خصوصا ان في قاعده عريضه من الناس دي ما بتاكلش الاكلات دي، فانتوا بتحرصوا ان انتوا تفرحوا. صراحه مؤسسه القبطان احمد جابر بيحرص على حاجه زي كده. احنا بنبعت له تحيه، بنبعت تحيه للاستاذ احمد جابر القبطان طبعا، وهو مش مشرفنا النهارده بس كانه معانا طبعا يعني، بعت لنا ناس جميله جدا صراحه. استاذ سعيد حضرتك ممكن تفيدني بحمله الرواتب والاجور؟ حاضر اتفضلي حضرتك. هو الاعلانات الشهريه او الرواتب والاجور هي بتتلخص في الحالات القاسيه اللي بنقول عليهم ذات عدم وجود عائل احيانا، ولو وجود عائل هل هو عنده القدره للعمل او قعيد او ما شابه. فهي كلها حالات يعني لا تملك يمكن القوت اليومي. فبعد البحث وبنعرف انها تستحق، فبتسجل عندنا في سجلات اسمها سجلات الإعانات الشهرية. وطبعا بيساعدنا في ده متطوعين خلف ستائر العمل، ما بيظهروش على الكاميرات سواء في أي احتفالية أو شيء. دي حاجة جميلة. دول دايما بيدفعوا معانا دفعا في هذه المهمة. النوعيات كالأرامل، المطلقات، ذوات الأطفال ذات القدرات الخاصة ولا يوجد دخل، ناهيك على الأجهزة التعويضية في الكراسي المتحركة، في الأطراف، كل ما يخص الأجهزة التعويضية بنساعد في حالة عدم القدرات. وبيجينا برضو تقارير من الجهات الطبية المختصة في هذا الشأن، وبنحط الموضوع ده نصب عينينا ان احنا نوفر الجهاز التعويضي المناسب حتى يتحمل الانسان اعباء الحياة سواء حركة او مشي او خلاف او سمع او نظار او ما شابه. زائد الروشتات برضو الظروف الخاصة عند هذه الاسر، احيانا بيبقى في روشتات علاجات شهريه
او لشته معينه لظروف معينه. برضو العمليات الجراحيه احيانا في قدر معين بنحاول نتدخل في هذا العمل. في كمان خلاف الاعانات، في حاجه اسمها الاعانه العينيه. يعني نفترض جدلا بيت ما فيهوش اساس من الاساس، يعني مثلا ولو على القدر القليل، حتى بنخش احيانا نلاقي الناس نايمه في اوض على الارض وعلى حمامات مشتركه، كل ده حياه صعبه جدا. بنحاول نحسن قدر المستطاع، نحسن قدر المستطاع، مطبخ، بوتاجاز، سرير، مفروشات، حتى اللي هم يقدروا يعني يعيشوا بيها او يقدروا بالزبط. ان هم يحسوا على اساس تبقى في شيء من يعني هو بنقول حق الانسان في الحياه بشكل عام. حق الانسان في الحياه دي ماكل ومشرب وتنقل وحركه. كلمة جميلة جدا. الله يحفظك. جدا بجد. وانا كمان اللي عاجبني في الموضوع ان ما شاء الله انا اي جمعية او اي جروب لاهل الخير بحس ان هو مركز في حاجة واحدة. يعني مثلا اوقات كتير بنلاقي مثلا حد مركز في الاطعام، حد، لكن ما شاء الله انا يعني مستغربة من كمية الحمد لله رب جدا كل حاجة ما شاء الله ما شاء الله. طب استاذ محمد، بمناسبة حضرتك بتقول في تجديد، قول لي بقى كل الخدمات والحملات الجميلة جدا المتفرعة كده دي، بس حضرتك كنت قلت في بداية الحلقة ان هي مش بس مقتصرة على اهل عين شمس. لا، على عين شمس وضواحيها دي الاساس. احنا عملنا على فكرة حملات في جميع انحاء الجمهورية، في المحافظات كمان، يعني اخر واحدة رحنا المنوفية، رحنا البحيرة، ورحنا الاقصر وسوهاج وقنا او الفيوم لاسوان، ورحنا اسوان بسم الله ما شاء الله. هناك الحملة حاجة فظيعة، معرض ملابس كمان، ناخد موم معانا من هنا، كلميني عليه، معانا من هنا بناخد عربيتين محملين 2 طن رز، 2 طن سكر، 2 طن عدس، 2 طن بطاطس، 2 طن بصل. وبنروح هناك طبعا، هناك الارياف فيها بقى، بنشتري بقى العجول من هناك. ذبحنا في اسوان 3 عجول ووزعنا على الناس بسم الله ما شاء الله، والناس اتبسطت. خدنا معانا كولديرات، خدنا مكان خياطه للستات اللي هي عايزه تعمل اي حاجه حرفه في البيت ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين. ده طبعا غير العرايس اللي احنا بنعملها هنا. كل ده انا ما انساش فضل المتبرعين اللي هم جابونا ووقفونا، والنهارده لو ما المتبرعين ما كناش جينا عندكم. نسيت اشكر القناه، اهلا وسهلا، والقائمين عليها، واشكر حضرتك. اهلا يا فندم، ده احنا اللي بنشكركم بجد. والله انا بجد بشكر كل حد فيكم، مش بس اعضاء المجلس، لا بشكر استاذ احمد القبطان وكل المتطوعين وكل المتبرعين، لان مفيش حاجه في الدنيا بتتعمل من فرد واحد، او ما اقدرش اعمل حاجه لوحدي، فلازم يكون في فريق عمل. تخيلوا بقى فريق عمل وفي الخير، دي حاجه جميله جدا. ومش بس كده، يعني انا شايفه ان الحملات انا كنت فاكراهم عناوين، لا طلع كمان في اضافه، في حاجات كتير جدا. انا ما حضيف يعني نقطه صغيره في القوافل. اتفضل. القوافل الحمد لله تعدت ال 13 قافله هذه الفتره، منهم الاخيره فعلا زي ما قال الحاج محمد اخويا وزميلي، على قافله دلهامو مركز اشمون محافظه المنوفيه. ده اخر قافله اللي كانت يوم 5/3/4/5/9 الماضي قبل الماضي، الشهر اللي قبل الشهر الماضي. القافله كمان فيها، هي تعتبر فيها 3 محاور: معرض ملابس مجانيه، وبتتعرض بشكل زي المول التجاري. يعني انت لو دخلت المعرض تتخيلي حضرتك ان هو انت داخله تشتري، مش داخله تاخدي حاجه. يعني بنحافظ على كرامه المتلقي، حافظ على كرامة. 5 طن ملابس في دلهامو ديت، 5 طن ملابس و2.5 طن مواد غذائيه جافه وذبيحه كمان. جميل. طبعا غير ذبائح العيد الاضحى بقى، وعندنا يعني برضو كمان المناسبات الدينيه ما شاء الله. انا كمان اللي عجبني قوي في الموضوع في بدايه الحلقه خالص، استاذه فاطمه قالت احنا مش بنصور العرايس، او مش بيستلموا الحاجات بتاعتهم في نفس يوم الايفنت او في نفس يوم الاحتفال، بيستلموا تاني يوم. فقد ايه ان هم محافظين على كرامه ونفسيه العرايس، ده احسن واحلى من الحاجات اللي بياخدوها. على فكره ما بتجيش ولا حد بيجي من اهلها الحفله كمان. الحفله دي احنا بنعملها ليه؟ بنعملها
الناس المتبرعين لازم يعرفوا يشوف حاجتهم. يشوفوا حاجتهم. لا لا المتبرع يشوف حاجته بس. يشوفوا حاجتهم واحنا بنبقى فرحانين برضو بشغلنا وتعبنا. وبرضو بنفرح احنا بنحتفل بده. بنتصل على العرايس بقى تاني يوم بيجوا بيستلموا كل واحده تاخد حاجتها في عربيتها وتمشي كانها شاريه حاجتها ومروحه بيتهم. حاجه جميله. اه الحمد لله يعني رب العالمين. محدش يعرف اي حاجه ولا صوره ولا اي حاجه. والحفله دي بندعو بنتابعهم لحد الجواز بقى. ما شاء الله. بندعو فيها في الحفله دي كمان حضرتك مين اللي بيجي في الحفله؟ كل ما هو ممثل في عين شمس. سواء يعني ايا كان كل القامات كل الاسماء المعروفه كل العصبيات الجمعيات الموجوده عشان حتى تشارك معاهم او ياخدوا مننا روح المنافسه بالظبط. يعني انا لما لما بعمل دعوه للجمعيات العامله في عين شمس ده بيؤدي الى ايه؟ ان هو بيشوف الحفله ويشوف ايه اللي بيتم والغيرة في هذا العمل حلوة جدا جدا. يعني هي المنافسة في أي حاجة أصلا لما بتكون شريفة بتكون حاجة كويسة جدا. تخيلوا لما احنا بنتنافس في الخير. يعني لما أنا في ناس كتير على فكرة كانت بلاقيها بتعترض وتقول انتوا ازاي مصورين شنط رمضان ازاي مصورين. لا هو مش بيكون شو على قد ما بيكون ان أنا ممكن يكون حد مش في باله يعمل نقطة لما بيشوف صح. حاجه بيعملها او بتيجي على باله. احنا بنصور الشنط وبنصور الكراتين وبنصور الحاجه والحاجه القبطان برضو بيحرص ان احنا نودي للاسره الحاجه بالليل. محدش يبقى عارف ان احنا ان احنا داخلين لها وادينا حاجه عشان لو جار او حاجه ما يشوفهاش. بيبقى حريصين اي فعليه اي حاجه لازم بيحرص بياكد علينا بيسلمنا الحاجه ويقول لنا لازم تروح بالليل اماكن ما تجيبوش حد عند المكان يستلم او عند بيتك يستلم تروحي الحاجه لحد البيت للاسره. دي حاجه جميله جدا. يعني انتوا ما شاء الله جامعين بين ان انتوا بتحافظوا جدا على كرامه البني ادم والانسان وفي نفس الوقت بتعملوا الايفنتس او الاحتفالات على عشان نشجع بعض ويحصل منافسه شريفه في الخير. طيب طبعا الفتره اللي فاتت ما كانش لينا اي سيره خالص غير كورونا. قعدت ناس كتير من البيت وحضرتك طبعا اتكلمت باستفاضه على موضوع الاجور بالنسبه لموضوع كورونا. الجمعيه ليها اي دور تاني حصل في ازمه كورونا غير الاجور ولا كانت الاجور بس؟ لا احنا كنا بنطبخ كل يوم المطبخ كل يوم المطبخ. في المطبخ. اصل انا في صور شفتها بنوزع عليهم على الاسر اكل تمام. اكل مطبوخ تمام يعني وجبات تمام بنوزع عليهم وجبات كل يوم ما بنتفرش ولا يوم. اصل انا شفت صور مع المواد الجافه اللي هي المواد الغذائيه برضو شنط مواد غذائيه تمام. اصل انا شفت صور كنتوا بتعقموا الجامع فعشان كده كنت حابه. دي حاجه تانية بقى ده شك تاني خلينا فيها ده شك تاني بقى يعني ده ما كانش وقت كورونا. لا كان لا وقت كان في الكورونا هو ده اللي انا قصدي عليه. ايوه لا كان في الكورونا تعقيم المترو محطه عين شمس والنفى بتاع عين شمس والجوامع والكنايس. ما شاء الله والكنايس كمان حاجه جميله جدا طبعا لان احنا كلنا اخوات مع بعض. انبسطت جدا جدا معاكم في الحلقه النهارده بس انا كنت فاكره ان هي حاجات بسيطه. لا ده احنا عايزين حلقات احنا بجد عايزين حلقات مع بعض لان الموضوع كتير جدا وما شاء الله يعني عايز حلقات كتيره نقدر نتكلم فيها. انا بشكركم جدا بسيطه بس يا ريت يا ريت عشان معانا دقيقه اتفضل. من خلال الحمله الاخيره بتاعتنا احنا عملنا تكريم 10 من ابطال حرب اكتوبر اللي هم على قيد الحياه مع حمله ستر ارض في شهر 10. في اضافه حضرتك لحظه دقيقه واحده كان امكن يعني هي كان في اعلان كان في اذان اوكي اتفضل. كان في حضرتك حمله او استغاثه من مؤسسه الباقيات الصالحات للدكتوره عبله الكحلاوي عندها هي دار المسنين الخاصة بيها وكان في أيام كورونا أصيبوا بالكورونا للأسف. عملت دعوة لأبناء هؤلاء المقيمين المسنين ولم يستجيب أبنائهم. استجابت مؤسسة القبطان وأهل الخير وبعتت وفد على 3 مرات ما بين كولدرات وثلاجات وجوانتيات وكمامات وأخيراً بعتت كمان الحاجة اسمها المنبر الخاص بهم يعني الحاجات الخاصة بمستلزمات المستشفى المكان أو الناس نفسهم في حالة في الحاجات الخاصة بهم. حاجة
حاجة حلوة جدا جدا بجد. أنا بجد بشكركم جدا وأنا هبقى من أول إن شاء الله المتطوعين معاكم إن شاء الله وهبقى معاكم، لأن أنا بجد اتبسطت جدا جدا معاكم. أنا أكتر والله. نسيت أشكر نشكرك قوي والله حبيبي حمادة الشيخ. أهلا وسهلا. مؤسس المطبخ. المطبخ بنبعت له ألف تحية. لا لا خالص، إحنا بنبعت له تحية من الاستوديو هنا، وأنا بشكر حضرتك جدا. وبشكر حضرتك جدا يا أستاذة منى. حضرتك يا استاذ معرفه الناس طبعاً في مصر بدور المؤسسه، وده شيء طيب طبعا حاجه حلوه. طبعا انا فرح بنتي ان شاء الله بمناسبه ان احنا في اهلا. طبعا حاجه فرح جميله بنتي ان شاء الله. الحنه بتاعتها يوم 26/11 اللي جاي، ويوم 28 ان شاء الله هنبقى في المراتيه. يا ريت تشرفونا ان شاء الله. دي حاجه تشرفنا. احنا بنبعت عشان حتى لو نسيت حد محدش يزعل. احنا بنبعت لها الف تحيه. وبمناسبه بقى الافراح واليوم الحلو ده كمان بنبعت تهنئه من استاذه ابتسام بسيوني لحسام نعيم والسيد نعيم ولاد اخوها، بنهنيهم بمناسبه الزفاف. وانا بشكركم جدا ان كنتوا معايا النهارده. عايزه اقول لكم بقى حاجه، ده كده خلاص كان عامل الخير. نروح بقى لفاصل صغير ونرجع مع الشخصيات اللي تأثر في حياتنا، وتخيلوا بقى لو كانت سلبية. فعايزين نعرف الشخصيات السلبية دي وبتيجي في حياتنا ازاي ونتخلص منها ازاي. هنروح لفاصل وهنرجع مع ندى وولاء هيعرفونا عن الشخصيات السلبية. استنونا.